مركز الدم لولاية عنابة هو مركز جهوي كفل بالولايات المجاورة كاملة لدائرة محيطة بولاية عنابة. هو مركز يحتوي على تجهيزات طبية طبي سوفيستيكي. يعتبر هذا القطب الصحي مرجعي على مستوى الوطن في جميع مجالات الخدمات الصحية، التكوين والبحث العلمي، حيث أنه يتكفل بكل حالات نقل الدم للمواطنين ومرضى ولاية عنابة والمرضى القادمين من الولايات المجاورة. نقوم بتكفل بكل الحالات الطبية والجراحية المستعصية المستعجلة، كل حالات الاستعجالات، حوادث المرور، حوادث الجراحة القيصرية ومرضى السرطان.